هو مش موهبة كنت بدي، بس إنه هيك أتسلى وأعمل إشي. كان في نادي جنب بيتي، رحت ألعب معاه، صار عنا دوري بهذا النادي، كان بهذا الدوري في مدربين تعاني منتخب عم بيحضروه، كانوا بدهم يجمعوا بنات عشان يروحوا يكملوا منتخب، فجمعوا بنات من النادي وروحوا هناك، كان أول تصفية إلنا عشان يصفوا البنات، كما رحت هناك كان مستواي مش أقل وحدة ولا أكثر وحدة، كان مستواي بالنص، يعني أنا انصدمت إنه ما كنت أتوقع أفوت وهيك. نحن كفريق تحت 17 بنات، صرنا عم نتدرب يعني تقريبا سنة وشوي، بنجهز حالنا عشان بطولة كأس العالم حتبلش ب 30/9. أنا ككابتن الفريق كان هذا إيه إنه أكثر حماس وأكثر دافعية وضغط علي أكثر، كيف يكون الفريق كله مع بعض وكيف نكون إلنا أحسن، إنه نلعب أحسن. طلعت كراتنا قبل فترة، كانت أول جيم رح يكون معنا مع إسبانيا، هذا كمان كانت إله الكرة هي حافز إلي نكون أحسن ونتطور أكثر بالمباريات.